هايل. ده من السنة اللي فاتت ولا عشان انتوا عارفينها السنة اللي فاتت؟ طب عظيم. حد يعرف يعني ايه location؟ تفضل. احداثيات المكان على الارض اكس واي او لونج اللات، ليها تعريفات سين وصاد صح، ممكن ليها تعريفات كتيره. هي اللوكيشن بمعنى الديجيتال ماب صح، ممكن تبقى اكس واي على الماب. حد عنده تعريف تاني على اللوكيشن؟ لا. طيب معظم التكنولوجيز اللي احنا بنستخدمها محتاجه لوكيشن. الناس اللي بتتكلم في انترنت الاشياء، الناس اللي بتتكلم على البيج داتا، الناس اللي بتتكلم على الدليفري، خدمات التوصيل، خدمات اللوجيستيك، كل حاجه من الحاجات دي محتاجه لوكيشن ولوكيشن سيرفيسز. السنه اللي فاتت كنا بنتكلم على مشاكل السايلوز ومشاكل الداتا. كم واحد اشتغل بيج داتا؟ ما حدش. كم واحد موبايل ديفلوبر طيب او ديفلوبر؟ تمام. حد من الديفلوبرز جاله من الناس اللي بتعمل اي كوميرس وام كوميرس، تجاره الكترونيه، وقال له انا عايز اوصل المكان ده، بس دايما المكان ما بيبقاش موجود على الخريطه، حتى عنده شاف المشكله دي قبل كده؟ لا. واحد. وعملت ايه؟ كان في اكتر من مشكله تراكنج لوكيشن، ممكن تديني مثال طيب سريعا؟ تمام. 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 هي في الغالب كانت مشكله هاردوير. كان عندك مشاكل في السوفت وير بقى، او الاي بي ايز، او الاس دي كي، او الاوف لاين كابابيلتيز. تمام. بس كانت مشكلتك في التراكنج هاردوير. تمام. هي معظم الداتا لو احنا هنتكلم على التراكنج هاردوير او الداتا اللي كانت طالعه، فيها مشكله مميزه جدا ان كلهم مالهمش علاقه ببعض. ناس بتجمع داتا لو احنا بنتكلم على تراكنج لجهاز واحد، ممكن ما يبقاش عارف ان العربيه لوحدها ممكن تتجمع الداتا، ممكن الموبايل بتاع السواق اللي موجود جوه العربيه او جوه حتى عربيه النقل برضو بيطلع داتا. التلاتة داتا دول اللي طالعين بيطلعوا ما لهمش علاقة ببعض، ما حدش يعرف عنهم أي حاجة، وكل واحد بياخد جزء من المعلومات أو جزء من الداتا أو البيج داتا أو الترافيك انفورميشن أو السنسر داتا اللي طالعة، وبيحاول يستخدمها بطريقة أو بأخرى. المشكلة هي إن هم مش كونكتد، مش واصلين على بعض، ومحدش عارف يستفيد منها بطريقة أو بأخرى. التوجه الجديد فكرة الأوبن داتا أو الأوبن داتا بلاتفورمز، إن الناس تشير الداتا أو تشير المعلومات اللي موجودة عندها على بلاتفورم، تراستد بلاتفورم، والداتا دي مع حاجات تانية كتير هتكونكت على بعض، سواء كانت من العربيات، سواء كانت من الناس، سواء كانت من المصانع، سواء من السنسر، إنترنت الأشياء، إنترنت أوف ثينجز. كل الداتا دي تبقى uploaded او موجوده او hosted على big data platform، والbig data platform ده يكونكت الداتا دي مع بعض. الفكره ان الحاجات دي هتكونكت ازاي مع بعض؟ ممكن الحاجه الوحيده الشبيهه ما بينهم كلهم، طبعا في اي data sets بيبقى عندك التايم ستامب، وخلينا اقول برضو اللوكيشن ستامب. فلو عندي معلومه او data او big data او data stream طلع من مكان معين، والداتا دي طلع في وقت معين وموقع معين، الاثنين دول تسمح لك انك انت تستخدم الداتا او كل انواع الداتا اللي طالعه لك دي، انك انت تطلع حاجه جديده او تبتدي تعمل بقى الماشين ليرنينج او الاي اي او الديب ليرنينج اللي انت عايز تعمله عشان تستفيد من الداتا. خلينا اقول هير تكنولوجي هي شركه متخصصه بقالها تقريبا 35 سنه في الاوتوموتيف اندستري في اللوكيشن سيرفيسز. شركه بتعمل حاجه زي الداشبورد اللي انتم شايفينه ده. حد متخيل حاجه زي الاودي اي 8؟ الداشبورد شاشات كتيره جدا كلها تقريبا كونكتد،
كل السنسر بتاعت العربية, كل الكونكتيفيتي سواء كان الانترنت بتاعت العربية, الانفوتيمنت سيستم بتاع العربية, التحكم بتاع العربية في السيمي اوتونومس. ناس كتيرة تعرف موضوع السيمي اوتونومس اللي هو العربيات اللي بتمشي لوحدها او العربيات ذات القيادة. دلوقتي احنا عندنا تكنولوجي واقعة وموجودة اوريدي في الشارع, فكرة السيمي اوتونومس. هي مش اوتونومس قوي يعني, بس سيمي اوتونومس. ولو خلينا بس نبص كده هو ايه الفرق ما بينهم كلهم. السيمي اوتونومس دلوقتي فكرة الهاند اوف, انك العربية في وقت الزحمة او في الهاي واي ممكن تسوق لوحدها, عارفة الطريق, شايفة اللين, شايفة الحارة المرورية. في وقت الزحمة في عربيات كتيرة حواليها, فهي ماشية مع العربيات محرصة كده زي ما بيقولوا, ماشية لوحدها. احنا دلوقتي في السيمي اوتونومس, الناس بتتكلم عليها ليفل 2, الناس اللي شغالين في الاوتوموتيف. الويف الجديدة اللي جاية فكرة اي اوف ومايند اوف, انك انت اصلا مش هتبقى مركز مع العربية, والعربية تقريبا واخدة معظم الترافيك. لو انت واقف في الزحمة هي هتحركك من اول الطريق لغايه اخره, وانت مش محتاج اصلا تبص على الطريق. او لو انت ماشي على الهاي واي هتحركك من نقطه A لنقطه B طول الطريق من غير ما تبقى باصص او مركز معاها. احنا بنتكلم ان شاء الله فوق ال 20 سنه 2020. والفول اوتونومس ده هو ليفل 5, ده اللي احنا دايما بنشوفه في الفيديوهات. الناس بتبص على اليوتيوب ويقول لك سيمي اوتونومس العربيه, وناس قاعده بيشربوا شاي جوه في الليفنج روم وهي عربيه بتتحرك او باص بيتحرك من مكان لمكان. متوقعين ان هو على 2030 هيبقى موجود وهيبقى اكتف. خلينا اقول ان حاجه مهمه جدا عشان تخلي العربيه تعرف الطريق, محتاج يبقى عندك سنسرز, مفهوم, لايدار, كاميرا, رادار. في تكنولوجيز جديده جدا مكتوبه موجوده في العربيه, زي ما شفنا حاجه زي الداشبورد كده او السيستم بتاع العربيه. ولكن في حاجه مهمه جدا محتاجين تبقى موجوده, حاجه بنسميها خرائط, مابس, لوكيشن. محتاجين هاي ديفينيشن ماب, خلينا اقول مصطلح هاي ديفينيشن لايف ماب, عشان تخلي الماشين اللي هي العربيه تعرف هي هتروح فين وهتتحرك منين, وتبقى عارفة مكانها بالضبط على سطح الأرض, سواء كانت في الشوارع سواء كانت في أي مكان بتتحرك, هي عارفة بالضبط هي موجودة فين. خليني أعرفكم على الشركة. الشركة It's a multi-billion company, تقريبا 8000 موظف, 57 دولة, منغطي 200 بلد في العالم. عندنا خرائط ل 200 بلد في العالم. الاوتوموتيف اندستري هم الجزء من ملاك الشركه, وده جزء كبير من خدمه الشركه ليهم. احنا بنتكلم تقريبا 85% ماركت شير على الاوتوموتيف والانتربرايز اندستري. اي حد عنده لوكيشن سيرفيسز او مابينج سيرفيسز في الغالب بيستخدم الاسيتس بتاعه الشركه. كنا بنتكلم على الاتش دي ماب, احنا تقريبا وي كفرد 600 كيلو بلس هاي ديفينيشن لايف ماب. الماب داتا دي اللي هنستخدمها, او الاوتوموتيف او الويف الجديده بتاعه الاوتونومس هتبتدي تستخدمها. بما ان معظم الناس عارفين الشركه اتوجدت في 1985, كان الانفنشن اللي كانت عاملينه ان هم عملوا ديجيتال ماب من الخريطه الورقيه للخريطه الالكترونيه, فبقى في ديجيتال ماب. ده كانت طفره ساعتها, وكان انوفيشن زي ما بيقولوا ايام ما كنا بنتكلم على الخرائط البيبر ماب. اللي حصل في من 2015 لغايه دلوقتي ان في تسارع كتير جدا لموضوع الاوتونومس والاي او تي, واللوكيشن بقى كي. واحنا كشركه كبرنا معاهم وبدينا نركز مع البارتنرز تقريبا في كل المجالات. يمكن اخر اناونسمنتس الكبيره اللي احنا سمعناها كانت في دبي, ان احنا شغالين مع مدينه دبي او دبي كمدينه, ان احنا نبلد الاوتونومس فيهيكل او الاوتونومس ويف اللي هم عايزين يعملوها في 2025 وفي اكسبو 2020. along the line لو حد يسمع عن هيدرولوب, حد سمع عن هيدرولوب؟ بص السريع اللي بيتحرك, سمعت بعد؟ طب هاي, طب واحد بس. في تكنولوجيز كتيره طالعه في الموبيليتي, فكرتها منتهى البساطه ان احنا ازاي ننقل الناس من مكان لمكان, او ننقل اي حاجه من مكان لمكان بسرعه جدا. وبعد ما بتنقلها من مكان لمكان بسرعه جدا, محتاج تحركه. لو احنا نتكلم من مدينه لمدينه, لو انا بنتكلم من القاهره لاسكندريه, ممكن نوصل من القاهره لاسكندريه بدل ما ناخد القطر في 4 ساعات ولا 6 ساعات,
او القشاش ممكن يقعد حتى 12 ساعه، احنا ممكن نوصل في اسكندريه في 10 دقائق. فانت هتركن عربيتك او هتركب اي مواصله هنا للقاهره لغايه محطه الهايدرو لوب لو اتعملت، وهتوصل في اسكندريه في 10 دقائق. بس انت لما توصل اسكندريه مش عايز توصل محطه القطر او محطه الهايدرو لوب، محتاج تشوف مكان تاني تتحرك فيه. ففكره الموبيليتي، كنا لسه بنتكلم على الكونفرنس از اباوت ذا موبيليتي. الموبيليتي انك انت تعرف تتحرك من بيتك لمدينه تانيه فيها مكتب او فيها بيت تاني. الحركه دي كلها بالنسبه لك هي حركه سهله، سواء كان بقى بالنافيجيشن او بيونت بتحركك من مكان لمكان. الشركه بتعمل التكنولوجي من نوعيه الموبيليتي والاربن موبيليتي للناس المهتمين بالمجال ده. حد يعرف الجهاز ده؟ سامع بدايه الاسم؟ اتفضل. استرلاب ده العربي او استرولاب ده الانجليزي. هو جهاز عبقري في زمن الاولين، ان هو كان بيستخدم النجوم والشمس وشويه بارامترز كده على سطح الارض عشان يعرف موقعه او يعرف اللوكيشن بتاعه. طبعا لما كان بيستخدم جهاز زي ده كان محتاج جهازا بقى اكتر تعقيدا، صح؟ عايزين حاجه كده ايه معقده شويه. حد يعرف اسم الجهاز ده؟ صعب. اتفضل. السدس هو او سيكستنت، هو ليه اسم تاني برضو بالانجليزي. الجهاز ده بعد ما الراجل معرف مكانه عن طريق الشمس والنجوم وشويه حاجات كده في السحاب او في السماء، يعني بيستخدم الجهاز ده عشان يعرف المسافه ما بين حاجتين، وعن طريق الحاجتين دول بيستخدمها في الملاحه. الناس كانت تستخدمها في البحر وفي الصحراء في الرحلات الطويله فور نافيجيشن. طبعا الموضوع شكله ظريف، صح؟ تخيل واحد بقى ماشي بعده كده كتيره ماسك استرولاب وشويه بقى اجهزه، مفيش بقى بوصله ومفيش هقول بقى السمارت فون والموبايل ابس. الناس كانت بتستخدم فيري كومبلكس جادجتس على ايامهم عشان يعرف موقعه وعشان يعرف ينافيجيت، عشان يعرف يتحرك من مكان لمكان، عشان يعرف المعلومات بتاعتهم. وطبعا اكيد كانوا لازم يستخدموا حاجه برضو ادفانس بالنسبه لهم، كان موضوع الكتابه على النحت على الصخر برضو كان ادفانس تكنولوجي، وكانوا بيستخدموها عشان يحطوا الخرائط. طبعا الكلام ده ولا صح، احنا بنتكلم على تكنولوجيز جديده عشان نجمع فيها الماب. حاجه زي كده اسمها لايدار تكنولوجي، ده سناب شوت من شارع ديجيتال. الماشين او اي جهاز ممكن يقرا الصوره دي لانها عباره عن نقط كتيره جدا ديتا، كل حاجه عباره عن نقطه معروف مكانها، معروف مسافه فيها، ومعروف الدايمنشنز والمساحات اللي ما بينها، ومعروف الوقت اللي اتخذت فيه. حد سمع عن اللايدار؟ في واحد جي اي اس اكسبرت هنا ولا هنا؟ كم واحد جي اي اس؟ مفيش جي اي اس. طب احكي لي عن اللايدار. تمام. اللايدار هو نفس الرادار، او الناس بدل ما هو بيستخدم الصوت او الالتراسونيك هو بيستخدم الليزر بيم. كل نقطه دي عباره عن ليزر بيم، حد عمل له شوتينج او الجهاز عمل له شوتينج بيرجع له تاني بكلر. اللون اللي جاي ده ليه انتنستي معينه، لو احنا بنتكلم على اللون الاخضر فاتح غامق جريش، اللون ده بيحدد المسافه. فكره اللايدار الليدار انه سريع جدا، انه سناب شوت تقريبا في اقل من ثانيه بيجيب الدنيا كلها 3D، وان شوت 3D كده فيجن تبقى قدامك. معظم التكنولوجيز في السيارات الجديده او العربيات الجديده اللي نازله فيها اوتونوموس هيبقى فيها لايدار سيستم. ليه؟ عشان هي تقريبا شايفه العالم ديجيتالي وان شوت. تمام. شركات المابينج وشركتنا واحده منها بتستخدم اللايدار سيستم ماسيفلي في كل مكان، في 200 دولة أو في أكتر من في 200 بلد بنشتغل بنجمع الداتا بالأكيرسي اللي احنا شايفينها دي. It's almost like a centimeter accuracy or millimeter accuracy
to collect the map. احنا شايفين الشارع inside out, شايفين اللين, العربيات, الشجر, الرصيف وارتفاع الرصيف ومسافة الرصيف من الشارع. كل المعلومات دي بنجمعها extensively على البلاتفورم بتاعنا. والهدف من الداتا دي كلها ان احنا نقدم location services. يعني ايه location services؟ يعني اي حاجة connected على الانترنت ليها موقع ممكن نقدم لها خدمة مكانية او خدمة موقعية عشان التطبيق او الابليكيشنز للمستخدم النهائي او حتى للشركات والانتربرايز بزنسز برضه. بنجمع الداتا ازاي؟ في اكتر من طريقة لتجميع الداتا, يمكن اهمها واشهرها حاجة اسمها هير ترو كار. اللي فوق ده هو ده اللايدار سيستم, هو سيستم بيجمع الداتا ان فيري زي ما بيقولوا فيري اكيوريت وان سناب شوت. والعربية طول ما هي ماشية مش سناب شوت بقى واحدة, مليون ألف سناب شوت وهما ماشيين عشان يجمع الداتا. تقريبا عندنا 450 عربية من دي بتلف العالم كله, مدينة مدينة, شارع شارع, عشان تجمع الداتا بالهاي ديفينيشن ماب. وخليني أقول لكم إنه الماب, ماب بيلدينج إز فيري كومبلكس. لو حد يعني في الجي اي اس دومين ممكن يدينا خبرته في الموضوع, بس انك انت تبني خريطه بكل الكونتنت اللي عليها ده حاجه صعبه, مش ناس كتيره بتعرف تعملها وناس كتيره بتعرف تقدم السيرفيس بتاعتها. ده مثال على الداتا اللي ممكن تبقى موجوده او متاحه من البلاتفورم بتاعنا, فور اكزامبل للناس اللي بتستخدم لوكيشن سيرفيسز او مابينج داتا او عايز الداتا عشان يعمل بيها اي اناليسز machine learning او AI او اي platforms بعد كده. الشركة عشان ال experience الطويلة تقريبا 35 سنة في الدومين ده, فاحنا بقينا تقريبا industry de facto. اي حد بيعمل mapping او location في الغالب بيرفير لينا as platform, والquality بتاعت الماب واللوكيشن platform بتاعنا almost بقى on top of everyone. البلاتفورم اللي احنا عاملينه حاجه زي الاوبن لوكيشن بلاتفورم او الديفلوبمنت بلاتفورم بتاعنا, البيربز بتاعه سهل وبسيط, ان احنا نساعد الناس. طبعا اكيد از كوميرشال كومباني باي اند اوف ذا داي, بس هي بتساعد الناس من اسبيكت تاني او مختلف تاني. احنا دلوقتي بنتكلم في ويف بتاعه الميجا سيتيز, مدن فيها ملايين متكدسه على ارض مساحه صغيره, فالناس عايزه تقدم خدمات وحاجات كتيره جوه المساحه الصغيره دي. احنا بنتكلم على نيكست ويف من درون وديليفريز, طيارات من غير طيار وعربيات من غير سواق, حاجات كتيره بتتحرك كده لوحدها, ومحتاجين برضو نخدم قطاع من قطاعات الخدمات اللوجستيه بالموديل ده. وبنتكلم في نيكست ويف زي الهايبر لوب, السبيد ترانسبورتيشن والالترا موبيليتي من مكان لمكان, وازاي نخدم برضو قطاع من قطاعات الموبيليتي الموجودين. حاجة زي كده بنقدمها ببلاتفورم سوليد عشان يساعد الناس اللي شغالة في الدومين ده. البلاتفورم عبارة عن مالتي لاير, عندنا الماركت بليس اوف ذا داتا, بعد كده عندنا الداتا بتاعتنا احنا او بتاعة الكاستمرز او بتاعة البارتنر اللي الناس ممكن تستخدمها في الماشين ليرنينج او في الاناليتكس او في الاي اي او في الديب ليرنينج عشان تعرف تطلع منها انفورميشنز. عندنا بعد كده الديفلوبر انفايرمنت, وده المكان الديفلوبر بيستخدمه او الداتا ساينس eventually بيستخدمه عشان يعرف يطور البرودكت بتاعه او السيرفيس بتاعته. بناخد الكلام ده على سيرفيسز بلاتفورم, اي بي ايز واس دي كيز وشويه تولز كتيره جدا عشان تعرف تسيرف الاند يوزر. البلاتفورم ده عنده اكتر من فيرتيكال, لوجيستكس, ترانسبورتيشن, هيلث سيكتور, انشورنس, في اكتر من سيكتور شغالين معاهم عشان نعرف نقدم الخدمة دي. خلينا أقول مفيش شركة لوحدها ممكن تعمل حاجة زي كده. It's a collaborative activity. It's partner ecosystem. ناس كتيرة شغالين معانا, سواء كانوا جزء منهم investor جوه الشركة أو سواء هم partner من share معاهم الداتا ومن share معاهم location intelligence عشان نعمل الـ open location platform. السؤال بقى بعد كل الداتا اللي احنا عملناها دي, هل متخيلين ان احنا ممكن نقدم حاجه زي كده في القريب العاجل؟
ممكن يبقى عندنا حاجة بتطير كده في الشارع؟ حد عنده آراء؟ اليابان، كوكب اليابان عرف يوصل لحاجة زي كده؟ تمام؟ أوكي، إنها flying car تقريباً، احتمال. حد يعرف عن حاجة زي كده موجودة أو هتتوجد؟ تفضل. تكنولوجي وجهة النظر طبعا ان التكنولوجي ممكن، ولكن ماديا هل هي ممكن او لا؟ طب حد عنده اقتراحات تانية؟ تفضل. الدرون شغالة، وفي ناس كتيرة بتحاول تعمل الدرون سيرفيسز. انت متخيل انه ممكن في وقت من الأوقات يبقى فيه فلاين كارز؟ بلد السنة اللي فاتت او اكشلي الصيف اللي فات ده، دبي عملت حاجة اسمها اير تاكسي. اير تاكسي is an initiative, is a local initiative ان هم يعملوا الاختراع ده. الاختراع ده شغال. It's 8 كوبتر تتحرك من نقطة ألف لنقطة ب في الهواء، بتاخد الكاستمر أوتونومس من غير سواق، من غير أي حاجة، تاخد الراجل من مكان تنقله مكان تاني. هي دي كانت تجربة إحقاقاً للحق، ما كانتش يعني كوميرشال فلايت، بس ده لا يمنع أنه هيحصل في تقريباً 2020 أو 2021، ده التارجت بتاعهم إن هما يبقى عندهم الكلام ده as a service. اللونش بتاع الهليكوبتر أود أسيوم إن هو أو تقال إنه هيبقى في مدينتين، في دبي ولاس فيغاس، وهتبقى حاجة similar to that experience. هيبقى عندك موبايل أبليكيشنز بسيطة جدا زي أوبر، زي كريم، زي أي delivery service. تطلب الطيارة أو تطلب التاكسي، الأير تاكسي يجي لك مكانك، تقول له هروح فين، يوديك الناحية التانية من غير سواق، من غير أي حاجة. حاجة زي دي عشان تتعامل محتاجة تاني تكنولوجي. فكرة السنسرز وفكرة الماشين ليرنينج والاي اي والسمارتنس الموجودة مطلوبة، بس عشان حاجة تتحرك في الهواء فانت محتاج خريطة تقريبا للهواء، فكرة الاير ماب او الكوريدور ماب. الشركة شغالة دلوقتي مع دبي ومع اكتر من بارتنر ان احنا نديفلوب ذس تايب اوف تكنولوجي في القريب العاجل. احنا بنتكلم سنتين او ثلاث سنين دلوقتي. Digital era where man and technology fundamentally reconfigure their relationship or every aspect of our we go from ride sharing to self-driving, from delivery to drone, from city planning to thinking cities, from street maps index of reality. This era is called the autonomous world. At HERE Technologies, we want everyone to benefit from an autonomous world. To become a true enabler, a trusted partner, with a collaborative answer to how the future of everything will look, feel, think, and work. We are making this a reality by creating a digital representation of the world that tells us what happens where, when, in the moment, responding and reacting to make all our lives safer and smarter. With more time for what we love and less needed for what we don't. Our vision, born from the very core of HERE, will
will exist in everything we do. An open system that will enable an autonomous world for everyone. الناس بتتكلم autonomous وناس بتتكلم على العالم تقريبا 2050 بالشكل ده. I'm Frey, the smart city AI of Dubai. In our city, no one owns cars, but rather requests one whenever they need it. Being fully autonomous, these vehicles enable many improvements to daily life, including en route meetings that make the most of every journey. I use location intelligence and sophisticated algorithms to create one connected network that makes travel inside the city and to all over the world efficient and seamless. I also help facilitate on-demand logistics networks, routing deliveries precisely to every citizen's location, even if they're on the move. It's a highly efficient system that incorporates disparate sources of data from drones, cars, roads, trucks, and the Hyperloop into a complete and up-to-date network, making sure I know where everything is in real time. This enables the city to drastically lower the number of vehicles, reduce congestion and emissions, and most importantly, create more time for everyone. But I don't just manage people's travel. Take a look at this community tower, a city within a city, containing everything everyone needs for a great life. By gathering information from every floor and every citizen, I find the perfect balance to address supply and demand in real time, reducing energy and material waste by up to 97%. In this community, location intelligence makes it possible for me to oversee complex vertical farm systems, a hyperlocal solution that generates fresh produce right on the doorstep of the citizens that consume it. All this data also helps to make sure that everyone is safe. With autonomous vehicles, roadside injuries have been the zero mark for some time now, and are a distant memory to most people. And as I continuously search for new solutions that put people first, I discover innovations that can radically improve the way of life for every man, woman, and child. With fewer vehicles on the roads, parking spaces have been replaced by greenery, reclaiming back a third of the city for recreational use and reducing emissions significantly. Monitoring the health of all my inhabitants, I am able to see how beneficial this has been. And by learning from every situation, I continuously find new ways to make every aspect of society safer, gentler, and more livable for everyone. متخيلين لو دولة أو مدينة في وقت من الأوقات هيبقى فيها حاجة زي كده highly autonomous. متخيلين السيفنج اللي هتبقى موجودة على البلد دي قد إيه؟ لو بصينا في الفيديو او كان الكلام اللي كان بيشرح بنتكلم 75% من الرود نتورك اللي موجوده في اي مدينه eventually مش هنحتاجها لما يبقى عندنا autonomous cars. هي لين واحده شارع واحد بيتحرك فيه صف عربيات وخلص الموضوع على كده. كل بقى الشوارع والمحاور وكل الكباري كل الكومبلكس رود نتورك دي مش هتبقى موجوده ومحتاجين نستفيد بيها بحاجات تانية. جزء من الأرقام اللي كانت بتتقال إنه من واحد لثمانية أو تقريبا من واحد تمن المدينة هتفضى عشان في ناس كتير هتعرف تطلع بره المدينة. دلوقتي ممكن تبقى ناس بتشتغل في القاهرة ممكن تكون قاعدة في بنها في أليوب في الأماكن في الفيوم في الأماكن المحيطة في المدينة وبياخد القطر وبيتعب في الطريق وكل حاجة حاجة يعني صعبة جدا ومتعبة. تخيلوا لما في حاجة زي كده autonomous حاجة زي الهايبر لوب بنتكلم دقيقة دقيقتين بتتحرك فيها ما بين مدن ناس كتيرة هتتحرك برا المدينة مش لازم تبقى القاهرة هي الزحمة ممكن ناس عادي جدا تبقى عايشة في اسكندرية في الآخر 10 دقايق وهكون في القاهرة literally 10 دقايق وهكون في القاهرة فمش محتاج يبقى قاعد في القاهرة
عشان يشتغل او عشان يلاقي حاجه او يقدم سيرفيس او حد يروح عند اهله. هي 10 دقايق مشوار صد رد فرد الجعب زي ما بيقولوا. فالتكنولوجي مع الوقت هتغير كتير من شكل المدن وكتير من شكل الحياه اللي احنا عايشينها دلوقتي. احنا بنتكلم على ديموغرافي تشينج، ناس كتير هتتغير صح؟ في حاجات كتيره ممكن تستفيد بيها من اللوكيشن انفورميشن. في ناس ممكن كنا بنتكلم على الاوبتيمال روت، الشركه يمكن من ضمن تخصصها اللوجيستكس، شركات الشحن العملاقه بتستخدم البلاتفورم او السيرفيسز اللي بتقدمها الشركه في التراكس. متخيلين الشاحنات اللي ماشيه في الشارع؟ في دول عامله ريجليشنز قويه جدا، في شوارع بيمشوا فيها، في لينز او حارات مروريه بيمشوا فيها، في اوقات عمل الناس بتمشي فيها، في طرق مخصوصة بس للشاحنات للتريلات اللي هتتحرك في الشارع. كل المعلومات دي احنا بنجمعها على الخريطة عشان نعرف ندي شركة عايزة تحط تنقل حاجة من مدينة لمدينة. لو فرضنا مثلا الشاحنة دي متحملة 70 طن 100 طن، رقم كبير جدا، البلاتفورم عندنا ممكن نديها روتينج اوبشن اكستريملي سمارت. احنا عارفين الاماكن، عارفين التول جيتس، عارفين ارتفاعات الشوارع هو طالع ولا نازل، فنبعد عن اي حاجه فيها حاجات طالعة عشان ما نستهلكش بنزين زياده. لو راجل ادانا الموديل بتاع الشاحنه في الاي بي اي، الناس بتعمل ديفلوبمنت في الكود بتاع الاي بي ايز، لو اديتنا الموديل بتاع التراك ممكن اقول لك السي او 2 اميشنز، الكربون فوت برينت، هتستهلك قد ايه بنزين او حرق كربون في الهواء من تلوث. هتعرف كل المعلومات دي كلها تقريبا في سنجل ترانزاكشن او في اي بي اي كول واحده وانت بتعمل راوتينج للتراك. كل المعلومات دي ناس كتيره بتستخدمها زي ما بنتكلم دلوقتي عشان تعمل التكنولوجيز. عشان بس عايز اركز بعد كده بصراحه على الهاكاثون. الداتا كل ما تبقى اكتر كل ما تبقى احسن. هل حد متفق معايا على المبدا ده؟ طيب الحمد لله، في اغلبيه صح. The bigger the data is the better as long as you know how to optimize it and how to make use of it. صح، طول ما انت تعرف تستخدم الداتا دي، كل ما الداتا ما تكتر كل ما تعرف تجيب علاقات احسن، كل ما الاناليتكس بلاتفورم بتاعك يبقى اكثر ذكاء، كل ما الماشين ليرنينج بتاعك اتدرب كويس، التريننج الجوريثم بتاعه احسن واحسن، فتعرف تقدم سيرفيسز وخدمات كتيره جدا للمجتمع وتفيد بيها نفسك وتفيد بيها بلدك بطريقه او باخرى. زي كنت بقول ان اللوكيشن از ذا جلو، اللوكيشن ستامب زي التايم ستامب في الداتا سيتس كده، وانت بتجمع اي داتا اتاكد ان اللوكيشن اليمنت موجود فيها، عشان اللوكيشن انفورميشن اللي موجوده عندك دي هتستفيد بيها بحاجات كتير قوي قدام وانت بتماتش الداتا بتاعتك. لو سمحت developer.com، لو انت developer designer architecture اي حد في الدومين ده، لو دخلت على developer.com هتلاقي الاي بي ايز والاس دي كيز وكل التول اللي احنا مدينها للبلاتفورم. تقريبا على نص السنه دي على شهر 6 هنلونش الاوبن لوكيشن بلاتفورم. احنا عاملينه دلوقتي كلوزد بيتا للبارتنرز او الكي بارتنرز، هيبقى افيلبل للناس as well. الجيت هاب very standard، لو هتلاقي شويه كودز شويه اكزامبلز لو انت عايز تشتغل عليها، والستاك اوفر فلو لو عندك اي اسئله او اي نوع من انواع الاستفسارات على التكنولوجيز. سؤال، حد اشترك في الهاكاثون او ناوي يشترك في الهاكاثون؟ واحد والباقي اتنين بتفكر. تمام. احنا افترض ما عاملين هاكاثون مع اليو ان دي بي وبي ان جي، برضو ادونا شويه افكار النهارده، واحنا كلوكيشن بلاتفورم او لوكيشن انيبلر هنساعدكم. بكره عندنا وركشوب من الساعه 1 للساعه 2، هنجو ثرو الديفلوبر.com، هنتكلم على الاي بي ايز والاس دي كي، هنتكلم على تيبس اند تريكس. حد اشتغل على اي دبليو اس سيرفرلس بلاتفورم؟ لا لا. اشتغلتي AWS serverless؟ اشتغلت عليه؟ serverless. تمام.
احنا عندنا البلاتفورم one of the partner for the Amazon technology. في تريك ظريفه جدا انك انت اوبتمايز الكود بتاعك وتوبتمايز طبعا الهوستنج سيرفيسز والسيرفر بلاتفورم بتاعك كباك اند. فاحنا بنساعد برضو امازون في اللوكيشن سيرفيسز. بكره هنعمل جو ثرو كده على التكنولوجيز اللي موجوده عندنا عشان تساعدك في الهاكاثون تطلع فيها افكار كتير، زي كنا بنتكلم على التراكس اي او تي تراكنج بلاتفورم، كل الحاجات دي موجوده ايفنتشلي باي ديفولت. One of the challenges كنا بنتكلم عليها أو في PNG وحتى الـ UNDP عندهم برضو نفس المشكلة في موضوع التراكس والفليت مانجمنت. It's a very complex situation وناس كتيرة مش عارفة لها حلول. ليها حلول بشطارتكم وشوية تكنولوجي، تمام؟ الاثنين بتتحل. حاجة زي الفليت بلاننج، فليت روت اوبتمايزيشن، the real time tracking, turn by turn navigation, the mobile dispatch system والـ post trip analysis ودرايفر بيهيفير. في حاجات في لسته طويله جدا ممكن تستخدم بيها التكنولوجي عشان تساعد الشركات وتساعد حتى السواق والتراكس في عمليات النقل. وفي تكنولوجيز بقى زي ما بنتكلم في لسته اوف اي بي ايز، لو حد دخل على developer.com ممكن تلاقي شويه التولز دي. الدايركشن اوف ترافل ترافيك لايف سايت جيوكودر ترانزيت داتا ترافيك انفورميشن فليت اندور ماب وفيجواليزيشن فور ذا ماب داتا. يمكن احنا من اوائل الشركات اللي بتعمل سيرفيس كوميرشال للاندور. لو حد عنده مبنى او مول او هوسبيتال او اي نوع من انواع الاندور بيلدينجز او حتى الوير هاوس، بنسيرف بنعمل له خدمه ان احنا بنقدم له خدمات مكانيه للاندور اللي جوه المبنى. لو احنا بنتكلم على ادفانس وير هاوس زي امازون، ودي خدمه اوريدي شغاله يعني كوميرشالي، تخيل مخزن كبير جدا ارفف كتيره جدا والماشين اللي بتتحرك عباره عن روبوتس بتروح تجيب حاجه من الرف بتجيبها بالار اف اي دي او بالكيو ار كود وترجع تاني عشان تعمل ديسباتش وعشان تعمل الدليفري. الشركه عندها قوه كده في اللوكيشن بلاتفورم، فكره الاندور تو اوت دور واوت دور تو اندور. لو انت قاعد دلوقتي في اي تي اي وعايز تروح داندي مول اللي جنبينا ده مثلا، لو عندنا الاندور هنا وعندنا الاندور هناك، هي هتقولك تتحرك من فين من هنا عشان تروح الباركينج. هتاخد العربيه تروح على الباركينج بتاع داندي مول، وجوه داندي مول هتوصلك للمطعم اللي موجود في الفود كورت فوق. كل ده على الابلكيشنز، على الموبايل ابلكيشنز اوف لاين تماما، مش محتاج الاونلاين سيرفيس. هتعرف تعمل لك النافيجيشن اندور تو اوت دور and back to indoor. جزء من السيرفيسز اللي في الغالب الشركات والانتربرايز بيحب يعني يعملها، ان احنا عندنا حاجه اسمها بلاتفورم اكستنشن. البلاتفورم اكستنشن كانها تنن سيرفيس كده او هوستنج سيرفيس معموله للكاستمر ده او للديفلوبر ده. الراجل لو عنده داتا او ماب داتا بطريقه معينه POI or places برضو بطريقة معينة، data هو عايز يخليها private مش عايز يخليها لكل الناس، وفي نفس الوقت عايز يعملها mobile applications و APIs و restful command و JSON وشوية كده interfaces على الويب، هيعرف يعمل full development و full experience. هرجع أقول برضو ب offline capabilities و private، مش محتاج إن هو يخلي الكلام ده public access أو إن الناس أو حد تاني غير الشركة بتاعته تعرف تستخدم الـ information دي. الموبايل SDK it's a full experience navigable map and app، هتبقى موجودة جوه الـ application اللي الـ developer هيشتغل عليها أو الشركة محتاجة تعملها development. تخيل لو أنت بتعمل listing services أو guide services أو أي نوع من أنواع الـ services اللي فيها علاقة بالمكان، الموبايل اس دي كي نيتف موبايل اس دي كي على اي او اس والاندرويد هتنزلها مع الاب بتاعتك انتجريتد، وعليها الماب اوف لاين برضه انتجريتد
لقطة واحدة كده. فأنت لو أنت بتعمل listing services اخترت المكان جوه الماب جوه الابليكيشنز بتاعتك هتلاقي الماب offline مش محتاج انترنت مش محتاج أي حاجة data يعني connectivity. تعمل بقى navigation تعمل routing تقوله دور على أماكن الأماكن nearby كل الانفورميشنز دي هتلاقيها offline وintegrated جوه الابليكيشنز بتاعتك. الميزة هنا أنك أنت الاب اليوزر هو جوه الاب اللي أنت عملتها فاليوزر معك. لو انت بتعمل heat map او A/B testing او اي نوع من انواع الgrowth hacking او عايز تخلي الكاستمر ده يكمل معك الجورني اللي انت شغال فيها في الليستنج او في الإيكوميرس او الإمكوميرس, الكاستمر هيفضل جوه الابليكيشنز بتاعتك مش هيطلع على ابليكيشن تاني او third party app في مكان تاني. البوزيشننج انجن it's a heritage in the company, حاجة قديمة جدا من أيام نوكيا. نوكيا اشترت نافتك لو احنا بصينا في الهيستوري بتاع الشركة عشان اللوكيشن تكنولوجيز وعشان البوزيشننج انجن بتاع الشركة. هي حاجة state of the art, one of the key selling point. يعني لو احنا بنتكلم على التكنولوجيز اللي موجودة بنستخدم كل أنواع الساتلايت GPS GLNSS, في كتير جدا من انواع الساتلايت او الجي بي اس سيجنالينج او اللوكيشن ساتلايت ايمجري. بنستخدم النتورك بوزيشننج, بنستخدم الاندور تكنولوجيز بالواي فاي والبيكنز. البوزيشننج انجن بتاع الشركه one of the strongest assets, وده برضو ممكن تستخدمه في اوفلاين كابابيلتيز في نفس الوقت. ذا جود نيوز برضو ان الشركه شغاله مع الاوتوموتيف انسايد اوت. فلو انت عندك اي تطبيق او applications محتاج تستخدم فيه الاوتوموتيف, ركبت العربيه وعايز تانتراكت مع العربيه في الداشبورد او عايز تانتراكت مع السيستم بتاع العربيه, في الغالب هتلاقي سيملس انتجريشن ما بين الموبايل اس دي كي والاي بي ايز والعربيه وعندك الكونكتيفيتي دي موجوده. طريقه تجميع الماب زي ما كنا بنتكلم خاصه في التراكس بتفرق معاها موضوع اللين, موضوع ارتفاع الشارع الانكلاين والديكلاين بتاع الشوارع. المعلومات دي كلها بتفيدك وانت بتعمل راوتينج او بتعمل التكنولوجي عشان تديفلوب على البلاتفورم. طيب الهاكاثون يفترض من النهاردة بكرة وبعده لغاية السبت الساعة 12. مطلوب مننا 3 أفكار, حد فاكرهم؟ لا. طيب احنا عندنا عايزين نعمل tracking system وعايزين نعمل truck system و dispatching system وعايزين نعمل inventory management. هما دول التلاتة كده very top level. الموضوع منتهى البساطه انك انت محتاج تستخدم الداتا سيتس اللي جايه من بي ان جي. عندهم شويه داتا دومي داتا للناس اللي بتشتغل ماشين ليرنينج او بتحرك ايديها شويه على الداتا سيتس. بلاش ماشين ليرنينج ممكن تبقى كلمه معقده. يعني لو انت بتعرف بتلعب شويه بالداتا فانت عندك شويه ديمو داتا هتستخدمها. الفكره كنا بنتكلم عليها انك انت ازاي تسيرف نيد زي ده عن طريق اللوكيشن لوكيشن بلاتفورم. لو احنا بنتكلم مثلا على حاجه زي التراكس هيديك داتا على التراك روت وهو عنده مشكله انها مش اوبتمايزد, بمعنى ان الشحنه او الشاحنه او التريلات اللي ماشيه في الشارع بتضيع وقت كتير جدا في الزحمه, بتضيع وقت كتير جدا انها رايحه لنقطه يفترض ان الوقت ده لو الصبح مثلا زحمه جدا فعشان تخش اصلا الشارع ممكن تقعد ساعه ساعتين عشان تعرف توصل فيها البضاعه. فهم عايزين حلول ليها. انا اقتراحي ان احنا ممكن نستخدم حاجه زي التراك برودكتس او التراك اي بي ايز اللي موجود في الشركه. هنقول لك في الوقت الفلاني ايه الشوارع اللي تبعد عنها وايه الشوارع اللي تعرف تتحرك فيها. هو اي بي اي كول واحده هتسهل عليك الراوتينج اوبتمايزيشن او الروتينج اوبتمايزيشن اللي انت عايز تعمله. كل اللي محتاج تعمله انك انت تفهم من الداتا سيتس دي بقيه المعلومات, الحجم بتاعة التريلا, البضاعة متحملة قد ايه, وزنها قد ايه. كل المعلومات دي هتفيدك في الـ API call او في الـ request بتاع الـ API
انها تدي لك الاوبتمايز تراك وبرضه تدي لك الواي بوينت ديسباتش لو انت عايز تروح اكتر من مكان هتقول لك تروح كل مكان الساعه كام وتقريبا هتوصل في كل مكان الساعه كام. المعلومات بتاعه ال ATA او الاكسبكتد تايم اوف ارايفل هتفيدك بعد كده تاني في الحته بتاعه الاوبتمايزيشن انك انت تقول للمستودع او الراجل اللي هو هيستلم الحاجه دي الراجل ده هيجي لك الساعه 10:35 دقيقه المكان اللي بعده هيجي لك الساعه 11:30 هتبقى عارف كل واحد ما هيجي لك الساعه كام فتعرف تعمل اوبتمايزيشن او تحسن الاداء بتاع اللوجيستكس بتاعتك. وان اوف برضو حاجه من الحاجات الثانيه موضوع الانفنتوري المخازن عندك او حتى المخازن الموجوده في المحلات ممكن يبقى عندك الرف مليان ببضاعه اخر اليوم او نص اليوم البضاعه دي بتخلص تعمل ايه عشان تتاكد ان دايما الرف ده البضاعه فيه موجوده. جزء منها انك انت محتاج برضو تعمل الديتا اناليسيس بتاعتك هو امتى بتخلص بعد قد ايه يوم يومين يومين ونص بعد 3 ايام. الحاجه اللي انا بقول بقى انك انت تستفيد منها هو الموقع. لو حاجه في شارع الهرم كل المحلات اللي في شارع الهرم بتخلص تقريبا بعد يومين ونص فانت هتيجي عرفت معلومه فيها وقت وفيها لوكيشن ستامب ازاي تحل المشكله دي ازاي بعد يومين وربع تبعت له تريلا او تبعت له ديليفري عشان لما يجي النص ده اليومين ونص يكون الرف اتملى تاني والراجل يفضل يبيع. نوع من انواع برضو استخدام التكنولوجي واللوكيشن سيرفيسز انك انت توبتمايز الانفنتوري بتاع الراجل الطيب ده. واخيرا وليس اخيرا موضوع التراكنج سيستم فيري ستريت فورورد. التراكنج عندنا يعني قتل بحثا في البلاتفورم ان هو طالبه ممكن يبقى عنده داتا سيتس لشويه اعتقد فليد او فيلد فورس بيتحرك في الشارع وعايز يتراك الناس دي ازاي وعايز يجيب لهم كده زي فيجواليزيشن وهيت ماب ويجيبهم منين. برضه لو دخلت على developer.here.com very straightforward هتاخد الداتا سيتس دي زي ما هي هتحطها في الاي بي اي طول ما هي فيها لوكيشن يعني سهل جدا انك انت تعمل فيجواليزيشن سهل منك انك انت تستخدم التراكنج اي بي اي. اتفضل اللوكيشن اسف تمام التعريف اللوكيشن هو طبعا الاكس والواي واللات واللونج وتعريف اللوكيشن بقى في شركه لوكيشن ممكن ندي لك الادرس العنوان بتاع المكان ده فيها ايه تمام. لو هتحضر معانا بكره او حتى ممكن ادي لك التاب دلوقتي في حاجه اسمها جيوكودر الجيوكودر والريفرس جيوكودر. الريفرس جيوكودر لما بتدي له العنوان بيدي لك لات ولونج والعكس صحيح لما بتدي لات ولونج ممكن برضو يدي لك العنوان. تمام على الاقل انت محتاج تعرف لو هو شغال ما بين المدن صح انترستيت اعرف اسم المدينه وانت هتعرف اللوكيشن بتاعها لات ولونج في الغالب هيبقى نص المدينه وتبتدي تعمل اوبتمايزيشن بتاعتك من بينهم. تمام المطلوب منك انك انت توبتمايز صح انك انت تحسن الاداء اللي موجود في المشكله اللي عندهم في الداتا سيتس دي طبعا عن طريق استخدام اللوكيشن اي بي اي. ويا سلام لو تساعدهم بالموبايل اس دي كي لو انت عندك موبايل ديفلوبر ممكن تستخدم جيت هاب او شويه كود كده بس عشان تفيجوالايز الموبايل اس دي كي او الموبايل ديفلوبمنت بتاعك يبقى شكله ازاي. السيشن بكره من الساعه 1 ل 2 هنجو ثرو الاي بي ايز والاس دي كي والتولز بتاعتنا. تمام ده مثال كنت عايز اتكلم عليه حاجه في الهوسبيتال يمكن ده حاجه عندي فيها فيجوال كويس فكنت عايز ادردش فيها معاكم. تخيل ان احنا عايزين نعمل ابلكيشن بلاتفورم باك اند وفرونت اند وموبايل ابلكيشنز لهيلث مانجمنت سيستم. الهيلث مانجمنت سيستم جزء منه عايزين نستخدم الاندور ماب عشان نخلي الكاستمر او المريض يخش من العياده او باب المستشفى يوصل للدكتور ويرجع تاني ان اوبتمايزد واي ما يقفش في طوابير ما يقفش في صفوف ما يقعدش يعمل اي حاجه يعني ايه معقده هيوقف العربيه هيلاقي مكانه يروح المكان الميعاد بتاعه الدكتور ويرجع تاني.
سؤالي هنا هي ايه نوع الداتا اللي انا محتاجها عشان اعمل ده؟ الوقت يعني الوقت اللي ايه؟ الوقت اللي محتاجه المريض. خليني احطها محتاج الكالندر بتاعة المستشفى اللي فيها كل مريض وكل عيادة فيها كام دكتور مثلا. تمام، الوقت ايه تاني؟ هايل، محتاج الهيستوري اوف ذا داتا، محتاج اعرف الترافيك اللي كان موجود في المستشفى ده عشان اعرف اوبتمايز الالجوريثم بتاعي او الديسباتش سيستم بتاعي. جزء منها لو انا هربطه بالوقت، لو انا عارف ان عيادة الدكتور الجلدية مثلا الزيارة دي بتاخد ربع ساعة، فانا عارف الافرج انها ربع ساعة، فلو حد لو في 10 كاستمرز او 10 عملاء او مرضى جايين على عيادة الجلدية هعرف افصل ما بينهم ربع ساعة ربع ساعة ربع ساعة ربع ساعة. ده بيزد على الديتا او الهيستوري ديتا اللي موجودة عندي. محتاج ايه تاني؟ محتاجين الخريطة، محتاجين الاندور ماب، محتاجين الفينيو ماب ان ديجيتال فورمات عشان اعرف احرك الراجل او احرك المريض جوه المستشفى. محتاج ايه تاني؟ الافيليبيليتي بتاعة الدكاترة والعيادات والتمريض، محتاج اعرف المعلومات دي واعمل لها انتجريشن في البلاتفورم بتاعي او في الديتا ويرهاوس بتاعي. ايه اللي مطلوب من الداتا تاني في المكان ده؟ محتاج اعرف وقت الدكتور وايه الاماكن الفاضية بتاعته. خليني اقولها بطريقة تانية، ان انا محتاج اتراك هل الدكتور ده مشغول الثمان ساعات او الست ساعات اللي موجود فيها في المستشفى، ولا هو شغال اربع ساعات وبقيت الساعتين قاعد فاضي ممكن اديله اساينمنت لحاجه تانية او اديله مريض تاني، وحتى اقول له خلاص انت النهارده اربع ساعات بس مش محتاج تقعد ست ساعات في المستشفى. ايه تاني؟ محتاج يبقى عندي CRM system. خليني استخدم حاجة basic للcustomer relation management، ان انا عايز اعرف المريض ده ايه معلوماته، ايه البروفايل بتاعة المريض، جديد قديم، عنده تأمين ما عندوش تأمين، كبير صغير، male female. محتاج اعرف البروفايل والديتا بتاعة المريض عشان اعرف اقدم له خدمة احسن، عشان انا عارف الراجل ده ايه احتياجاته بالتالي بقدم له خدمة احسن. ايه المعلومات التانية او ايه الديتا اللي انا محتاجها في المكان ده او في الابليكيشن ده؟ لو في علاج معين محتاج ابقى عندي كونكتيفيتي مع الفارماسي مع الصيدلية، صح؟ عشان اعرف استخدم المعلومات اللي موجودة عنهم في وصف المرض او في وصف العلاج، انا اسف لما يبقى موجود. خلينا اقول ان احنا عشان نديفلوب حاجه زي كده محتاجين حاجات كتيره جدا، محتاجين معلومات كتيره جدا عشان نعمل التيميت اب، احسن حاجه زي ما بيقولوا في الدنيا. يمكن مطلوب مننا في الهاكاثون مش حاجه معقده، مطلوب مننا في الهاكاثون ان احنا نطلع الفكره الاساسيه بشكل يوضح الهدف منها. محدش طلب منك انك انت تعمل كومبلكس سوليوشن او هيلث مانجمنت سيستم. لو احنا بنتكلم على التراك اوبتمايزيشن، على الانفنتوري اوبتمايزيشنز، عن اي حاجه من الحاجات دي، مطلوب منك انك انت تعمل الفكره بطريقه واضحه او توضح اتجاهك في الفكره عامله ازاي وايه الحاجه اللي انت ممكن تستخدمها من التكنولوجيز. واتمنى طبعا ان كنتوا تستخدموا اللوكيشن بلاتفورم بتاع هير عشان تعرف هتحل المشكله دي ازاي. تمام، نشوفكم بكره ان شاء الله الساعه 1 ل 2، وشكرا جدا على وقتكم.